التوفي على كان يكون بشر تيم صيد يوم عادش ببين انه اكثر حجمه بيختلف. هي اكله شعبيه. مرحبا. يا هلا. تمام. عارفيني عن اسمك؟ جودي. جودي. جودي اليوم نحن عاملين مسابقة، تمام؟ بدي أسألك أربع أسئلة، الجواب السؤال الأخير هو المفتاح. تمام. يعني إذا قلتي لي على الجواب الأخير غلط الإجابة، ما كل شيء جاوبتي عنه ما بحسبه. فركزيني على السؤال الأخير أكثر شيء. رح نبلش مع جودي بأول سؤال، إنه ما هي الفسيفساء؟ رح أعطيكي خيارات، هل هي أكلة شعبية، نوع من أمراض البشرة، ولا نوع من أمراض المعدة؟ لا انا بعرف الفسيفساء نوع من الرسومات. الرسومات؟ لا انا عندي خيارات، انت بدك تجاوبيني على حسب الخيارات. ما بعرف. عطيتك يعني هاي مساعده انه عطيتك انا بعرف انه نوع من الرسم من التطريز يعني. طيب بلكي انت بلكي مسمعاني عن شيء ثاني مثلا بخص الفسيفساء. بشوف. طب اعطيني جواب، اقترحي مثلا، هل هي اكله ممكن تكون ما اكله ممكن تكون مرض من امراض البشره او المعده؟ ما عندك جواب؟ لازم تجاوبيني مشان تربحي. ما اتوقع. طب اختاري واحدة منهم. هلا اكيد ما حتكون لا امراض معدة. ايه اكيد. ايه لا ما بعرف شو. ما بعرف ما اتوقع. مثلا اسمها هي فسيفساء، يعني ممكن يكون في شيء بخص البشرة او هيك شيء؟ ممكن يكون بشرة، ممكن يكون مرض. طيب اوكي، هاي الاجابه الصحيحه. ليش متردده؟ طيب لانه انا بعرف الفسيفساء. لا في مرض، في مرض للبشره بيصيب البشره اسمه الفسيفساء، هيك سموه على هذا الاسم. طيب هي اول اجابه صحيحه، رح احط لك هي الجائزه. تمام. هلا بدي اسالك سؤال ثاني. داروين اكتشف بنظرية أينشتاين أنه عدد شعيرات الجنين أول ما يولد له عدد معين، يعني فهل كم شعرة بيكون براسه؟ 6 مليار ولا 2 مليار ولا 5000 شعرة؟ شو ممكن يكون؟ قديم بتتوقعي جنين أنه كم شعرة ممكن يكون عنده؟ شو بسيارة؟ 6 مليار أو مليونين أو 5000؟ 6 أو مليونين أو 5000، شو رأيك؟ أتوقع 5. 5000. برافو. شو هال جودي، هاي برافو عليك. وهي كمان جواب تاني صح. طيب بدي أسألك، ما نوع الطاقة اللي بيصرفها القطار بسرعة 5 كيلومتر؟ هل شو اسم النوع الطاقة؟ طاقة شمسية، طاقة عائلية، ولا الطاقة الكمونية؟ شو قلتي بصيد يوم عادش؟ طاقة شمسية. شمسية أو عائلية أو طاقة كمونية؟ كمونية. كمونية. شو ما عم تهدي جودي ما شاء الله عليك. وهي كمان صار معنا على فكرة، هو أنت لازم تجاوبيني من خلال 15 ثانية. أنت ما شاء الله يعني دغري عم تجاوبي صح. طيب هلا هذا السؤال المفتاح يلي هو بقرر إنه أنت رح تفوزي أو لا. بدي أسألك، مين الأتقل بالوزن؟ انتبهي هذا السؤال كثير بدك تفكري لي فيه. تمام. الفيل ولا الحصان، مين اثقل؟ وبدي منك جواب ب 15 ثانيه ويكون دقيق، يعني متاكده انت؟ هلا كل واحد حسب عمره حيكون وزنه مختلف. حسب عمره بيكون وزنه. طيب اوكي، يعني اجباري حيكونوا مختلفين يعني. ايه برايك الفيل ولا الحصان؟ اتوقع الفيل. فيل اذا كان حجمه كبير يعني. ايه. انه اخر جواب انت هذا عندك ولا لا؟ فيل. طيب اوكي. ما بعرف يعني اول ثلاث اسئله جاوبتيهم صح، بس مو هو الفيل. هلا كمنظر الفيل وزنه بيبين كمان عمره وحجمه بيختلف، مشان هيك بس واحد بيفكر كثير. ايه الحصان علميا. تمام. فانت ليش ما عرفتي؟ قلت لك فكري منيح بهذا السؤال. مو مشكله. طيب اذا هيك بدي اقول لك هارد لك، انت ما للاسف يعني هذا الجواب هو اللي بيقرر النتيجه. بالعكس تشرفت كثير بمعرفتكم. دخيل قلبك يا جودي. طيب شكرا لك، هارد لك. شكرا لك. هلا. طيب ممكن ترجع شوي؟ انت مقتنعه انه الحصان اتقل ولا لا؟ هو لا انا توقعت الفيل. عم بمزح معك، عم سامي معك مقلب صغير. فانت بالعكس يعني انت ربحتي، وكل الاجابات اللي عم بعطيك اياها اللي انت اعطيتيني اياها كلها خطا. يعني مثل ما قلتي الفسيفساء هي
مو مرض ولا أكلة ولا أي شيء. فبدي أقول لك برافو عنك، هاي الجائزة إليك مقدمة من يلا تي في. شكرا كثير لك. شكرا كثير إليك. هلا هلا. هاي كيفك؟ أهلا وسهلا. عارفيني عن اسمك؟ فرح. فرح. فرح اليوم مجهزت لك أنا هيك كم سؤال بدك تجاوبيني عنهم صح، بس إذا جاوبتيني عن كلهم صح والسؤال الأخير غلط فأنت رح تخسري. يعني جوابك الأخير هو المفتاح، أوكي؟ طبعا. رح بلش معك بأول سؤال. عندك معلومة شيء ما هو طول برج إيفل؟ هذا عدا بيسمع حاجات غريبة. بدي أعطيكي خيارات، 334 أو 331 أو 400، قد طوله ممكن يكون؟ 400. الله شو هال، برافو صح. صح والله. ايه 400. لكان هي اول جائزة لك. ثاني شيء بدنا نسألك سؤال كمان لازم تجاوبي عنه بهي السرعة اللي جاوبتي عنها هلا. ما هو الغاز الحيوي؟ ماشي، هل هو اندماج غازين مع بعض ولا هو بيتشكل من خلال تحليل النباتات والحيوانات؟ تحليل النباتات والحيوانات. الله شو صح الفرق. صح. معلومات. شو دارسة انتي؟ انا صف 10. صف 10. ما شاء الله عليكي والله هالفرح شطورة. طيب كمان رح اطلك هذا السؤال جائزة. طيب هلا السؤال الثالث. طيب رح اسألك، بدي اسحب لك دغري. عم تعرفي انت يا الله ما عم بفهم عليكي. شو هي الفسيفساء؟ هل هي أكلة شعبية ولا نوع من أمراض البشرة ولا نوع من أمراض المعدة؟ فسيفساء؟ ايه. شو ها؟ هي ده أول واحدة. هي أول واحدة أكلة شعبية؟ لا هي ولا واحدة. ولا واحدة؟ ليه؟ هي مو الفسيفساء، هي اللي مثل فنشي بيلزقوا على الحيطان بيعملوا. لا هذيك شيء ثاني. فهمت عليكي. غيره صح هاي المعلومة. بس هي لا هلا أنا عندي هدول الخيارات، بدك تعرفي شو هي الفسيفساء. مرة تبيني مرض من أمراض البشرة ولا مرض من أمراض المعدة ولا أكلة شعبية؟ مرض من أمراض البشرة. الله عليك، برافو. صح صح برافو. كمان أنا عم انصح لك ياهنها كمان ربحتي معنا. طيب بدي اسألك هلا كم سؤال سألتك؟ ثلاثة. أنا ما تكتب ما تكتب. طيب أوكي رح أسألك كمان سؤال لازم تعرفيه. من العالم الذي اكتشف الجاذبية، نيوتن ولا بيوتن؟ نيوتن. نيوتن. الله شو هاد شو هاد فرح، كثير شطورة أنت. ميرسي. كيف علاماتك بالمدرسة؟ كثير تمام. طب لازم أنت. طيب أوكي كمان ربحتي معنا هاي. هلا الصندوق تاخديه وتروحي فيه على بيتك. طيب هلا حذري شو هذا السؤال المفتاح. معنا كمان لسه بدي احط لك هي الجائزة الأخيرة تمام، بس بدي منك تجاوبيني على السؤال، مين أطول الحصان ولا الزرافة؟ بسرعة. زرافة. زرافة أطول. زرافة ولا حصان؟ أنت فكري تأكدي. أنا بدي يعني هيك زرافة. ركع عليك الزرافة. ايه. آخر جواب. ايه. خطأ. ليش كيف خطأ؟ الزرافة صح رقبتها طويلة. ايه. وصح إنه بتبين هي أطول، بس لا علميا هو الحصان أطول. لا أنت ما يعني الحصان لو بيرفع رقبته كان ببين إنه هو أطول من الزرافة. منيح اللي ذكرتني سي دراسي. علميا شو الحصان؟ ما حبيتي؟ لا. ليش؟ ما هلا بس ترجع افتحي على النت شوفي انه الحصان لازم هو الاطول مو الزرافه. كل الناس مفكره انه الزرافه، بس لا هي معلومه غلط. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك. طيب اوكي بدي اقول لك هارد لك يا فرح، انت خسرتي معنا. هذا جوابك النهائي هو كان مفتاح اللعبة كلها يا طول، للأسف خسرتي أنت معنا. زعلتي شيء؟ لا لا عادي. طيب أوكي شكرا كثير لك يا فرح. لا سهلا. Oh my gosh. فرح تعي شوي. مين في فرح حدا تاني؟ فرح أنا عم بمزح معك مو أكثر. حسيتك إنه هيك جمدة تعرفت إنه ما عاد شيء خلص، إنه معقول الحصان أطول من الزرافة؟ أكيد لا، كل شيء جاوبتي عنه فوق بالأسئلة خطأ. عرفتي الفسيفساء هي شيء مثل ما قلتي شيء دخله بالفن، بس رغم هيك انت شو ربحتي معنا جائزه مقدمه من يلا تي في لإلك. وشكرا كثير لحضرتك بكل قلبك. هلا.